يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العبادة هي الوسيلة التي توصلنا إلى الله، وقد جاء في حديث آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم، تطلق الوسيلة أيضا على الجنة، على منزلة في الجنة تسمى بالوسيلة، لكن الوسيلة المذكورة في القرآن يبتغوا إليه الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هي العبادة. نعم.